ممثل عن جمعية المجتمع المدني وأخيرا مدير شركة أزور. واحد النقاش صريح وشفاف، وكل من يرى أنه سيساعد ويساهم في إغلاء هذه الخريطة فأسفل فرط مسؤول. هذا هو الأساس، لأنه الجودة ماشي هو أن يمر من مستوى إلى مستوى ومن سلك إلى سلك. الجودة هي لا يحمله الدليل بعد خروجه من سلك لكي يتنافس على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي وعلى المستوى الدولي. والمؤشرات ديال النجاح في هذا المجال معروفة جدا. إذا بغينا يكون عندنا واحد النقاش بين أي واحد يساهم ويعطينا المقترحات ديالو والتوصيات اللي نستغل إن شاء الله هذا النقاش. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم وشكرا لعملكم الدؤوب من أجل إيصال المعلومة إلى كل المهتمين. كما لاحظتم هذا المساء تابعنا اللقاء التشاوري لخليم شتوكة إتباع حول خارطة الطريق التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية منذ أسابيع، والغاية من ذلك هو إشراك جميع الفاعلين سواء كانوا فاعلين داخلين داخل المنظومة من مدير مؤسسات تعليمية ومفتشين وتلاميذ وأساتذة وجمعيات أمهات وأباء التلاميذ، ثم الآن على مستوى توسيع هذه المشاورات إلى ما هو ترابي، حيث سنستمع إلى آراء البرلمانيين والفاعلين الترابيين، الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني. الغاية كلها هو تنقيح هذه الخارطة بحثا عن أفضل السبل إن شاء الله لتجويد العملية التعليمية التعلمية، وبالتالي كي يحظى تلامذتنا وتلميذتنا بتعليم جيد خدمة لمستقبلهم الدراسي، خدمة كذلك لرقي المجتمع باعتبار أن النموذج التنموي الجديد يركز على مخرجات جيدة للمدرسة العمومية، وهذا ما نسعى إليه جميعا باعتبار أن مؤسسة التعليم أو الشأن التعليمي وشأن اجتماعي أو مجتمعي بامتياز، حتى نكون عند أو تكون المنظومة عند حسن وظن جلالة الملك وظن المسؤولين على مختلف مشاربهم. وشكرا لكم. الرحمن الرحيم. الحسن أزقى والمديرية الإقليمية قطاع الشباب والرياضة. احنا بدورنا اليوم كنشاركوا كجميع القطاعات والمصالح الخارجيه في هذه الورشه اللي كتهم انه كنقلبوا على كيفاش حنا غنساهموا في اطار الجوده ديال التعليم. كما شفتوا انه بدينا ورشات ويعني طرحنا سؤال ولا تساؤل ديال اشنو بغينا حنا وكيفاش حنا غندخلوا. المهم يعني حتى حنا كنقلبوا انه في كيفاش غنوصلوا وكيفاش غنساهموا باش اننا ندخلوا ولا نكونوا من بين المساهمين في هذه الاستراتيجيه اللي وضعتها وزاره التربيه الوطنيه وفي هذه خريطه الطريق اللي هي اسمها. المهم حنا منفتحين على انه نكونوا حتى حنا عنصر فعال في هذه الاستراتيجيه ومن اجل باش اننا نساهموا في الجوده ديال التعليم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.